السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ درس جديد من مادة العلوم، وعنوان درسنا اليوم أنواع النباتات. ما عنوان درسنا اليوم؟ أنواع النباتات. خلينا نتذكر في الحصة السابقة أخذنا عن أجزاء النباتات، صح؟ وحكينا إنه النبتة لها عدة أجزاء. أول جزء حكينا إن النبتة هو الجذور، وبكون الجذور مزروع في داخل التربة، وحكينا إنه إحنا ما بنشوفه، صح؟ شو وظيفة الجذور؟ حكينا إنها بتثبت النبتة في التربة، يعني بتثبتها. لو ما في جذور حكينا بتوقع، صح؟ وحكينا أيضا من أجزاء النبات عندي ساق، أوراق، أزهار، ثمار، وحكينا كل جزء وظيفته، صح يا حلمين؟ اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ أنواع النباتات. هسا النبتة إحنا شفناها إلها أنواع. هاي أنواع النباتات طبعا إحنا بناكلها وبنعرفها. يا سلام، عندي أربع أنواع من أنواع النباتات. أول نوع يا حلمي من أنواع النباتات عندي الزهور. شو يعني الزهور؟ كلياتنا بنعرف الوردة، الورود، الأزهار. هذا يعتبر النوع الأول من أنواع النباتات. الورود اللي ريحتها حلوة بنضلنا نشمها، صح؟ إذن أول نوع عندي من أنواع النباتات الزهور اللي هي الورود، صح؟ في عندي ورود مختلفة لونها أحمر، أصفر، برتقالي، صح يا حلمين؟ كلنا بنحب الورد، مين ما بحب الورد؟ مين مزروع ببيته بحديقة البيت برا ورد؟ أكيد في الأكثرية تكون مزروع برا بالحديقة ورد، اللي هو هذا أول نوع من أنواع النباتات. الورود بكون نوع من أنواع النبات، نحكي عنه نبات الزهور. أما المجموعة الثانية من أنواع النباتات، أنا عندي الفواكه. كلنا بنعرف الفواكه، في عندي أشكال كتير من الفواكه. إيش مثل الفواكه؟ في عندي موز، في عندي عنب، برتقال، تفاح، بطيخ، ليمون. شو كمان عندي أنواع كثير؟ دراق، مشمش. هاي عندي كلها بنسميها فواكه. شو بنسميها هاي المجموعة؟ مجموعة الفواكه. المجموعة الثالثة أنا عندي مجموعة الخضروات، يعني هاي الخضروات اللي إحنا دائما ما بنطبخها، تملكوا منها إيش؟ أكل طيب كتير. مثلاً أنا عندي خيار، جزر، بطاطا، فلفل، بندورة، كوسة، خس، باذنجان. في كثير عندي أنواع من الخضروات. هاي المجموعة بنسميها مجموعة الخضروات اللي هي ماما إيش؟ تطبخها. بطاطا بنطبخها، الكوسة بنطبخها، الخس بنعمل منه سلطة، الخيار بنعمل منه سلطة. يعني هاي الأشياء كلها مفيدة للصحة. عندي الفواكه والخضروات مفيدة للصحة، دائما لازم ناكل منها عشان نصير إيش؟ صحتنا إيش؟ قوية، ونكون شو كمان؟ شاطرين، بنشط عندي الذاكرة، صح يا حلوين؟ أما آخر مجموعة عندي كمان من مجموعة النباتات أو من أنواع النباتات عندي الحبوب. مثل إيش مثل الحبوب؟ عندي الذرة، عندي القمح. شو القمح يا مس؟ القمح هو بنسوي منه الطحين اللي بنستعمله الخبز. هاي أيضا القمح عندي حبوب. عندي العدس، الفاصوليا، الفول، الحمص. هاي كلياتها بنعتبر الرز، كلياتها بنعتبرها من مجموعة الحبوب. إذا أنواع النباتات أنا عندي أربعة أنواع. أول مجموعة مجموعة الزهور، ثم الفواكه، ثم الخضروات، ثم الحبوب. وطبعا هاي كلياتها عندي الفواكه والخضروات والحبوب، هاي مفيدة عندي للصحة. طعام صحي، غذاء صحي، مفيد. فأنتم بصيروا تحذروا مع بعض، أعطوني يلا فواكه غير الموز والعنب والبرتقال والتفاح والبطيخ. عندي درة، عندي مشمش، يلا فكروا معي شو في أشياء فواكه زاكي ناكلها. عندي ليمون. شو كمان؟ يلا كرز أيضا من الفواكه. شو كمان؟ في كثير أشياء زاكي وطيبة كثير من الفواكه. الخضروات اللي هي حكينا معهم تطبخها، ماشي. في عندي مثلا كوسة، بندورة، خيار، بطاطا، هاي بنسميها مجموعة الخضروات. جزر، ملفوف، فلفل، صح يا حلوين؟ وآخر مجموعة أنا عندي مجموعة الحبوب. مجموعة الحبوب زي الذرة، كلياتنا بنحب الذرة، في أزكى من الذرة. وفي عندي كمان القمح، في عندي الرز، العدس، الفاصوليا، الفول، الحمص، الترمس، صح يا حلوين؟ كلياتنا بنسميها مجموعة الحبوب. إذا النباتات أربعة أنواع، عدوا معي.
أول مجموعة عندي الزهور. شو أول مجموعة؟ الزهور. ثاني مجموعة الفواكه. ما ثاني مجموعة؟ الفواكه. ثالث مجموعة الخضروات، ورابع مجموعة الحبوب. إذا أنواع النباتات أربعة. كم أنواع النباتات يا حلوين؟ أربعة: الزهور، الفواكه، الخضروات، الحبوب. كمان مرة، ما هي أنواع النباتات؟ الزهور، الفواكه، الخضروات، الحبوب. كمان مرة، ما هي أنواع النباتات؟ أنواع النباتات أربعة. إيش هم يا مس؟ الزهور، الفواكه، الخضروات، الحبوب. ما هي أنواع النباتات؟ كمان مرة: الزهور، الفواكه، الخضروات، والحبوب. كمان مرة، أنواع النباتات عندي أربعة. إيش هي يا مس؟ الزهور، الفواكه الطيب الزاكية، الخضروات المفيدة للصحة، وآخر شيء عندي الحبوب. أيضا الحبوب مفيدة للصحة، وكمان إحنا بنعملها إيش؟ بنعملها بالطبخ بالطعام، صح؟ يلا برجع بعيد: الزهور، الفواكه، الخضروات، الحبوب. ما هي أنواع النباتات يا مس؟ كمان مرة عندي: الزهور، الفواكه، الخضروات، الحبوب. الزهور، الفواكه، الخضروات، والحبوب. سهل كتير. بتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا درسنا لليوم عن أنواع النباتات. يعطيكم العافية.